Grazie. Cosa c'è che sta qui? That's the lead. لا شكرا. اذا حياكم الله مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا الاعلامية، معكم الصحفي الايد جعار في تغطية احداث اقتحام مدينة نابلس، تحديدا في المنطقة الشرقية من المدينة، في منطقة ما أو حسب ما يدعي الاحتلال بأنها منطقة قبر يوسف في المدينة هذه، وهذا القبر الذي يحاول الاحتلال دوما نسبه إلى النبي يوسف عليه السلام، ويحاول من خلاله اقتحام هذا القبر بقطعان مستوطنيه بشكل مستمر وبشكل يعني كبير للغاية منذ ساعتين حتى هذه اللحظة. لا تزال المواجهات مستمرة في محيط هذا القبر. لا تزال المواجهات مستمرة ما بين قوات الاحتلال والشبان، هنا اشتباكات مسلحة عنيفة ما بين الشبان وقوات الاحتلال. الاحتلال أعلن عبر وسائل الإعلام العبرية بأنه قوبل بردة عنف كبيرة، كما تحدث عبر وسائل الإعلام العبرية بردة عنف كبيرة جدا واشتباكات مسلحة لم يشهدها منذ أعوام في مدينة نابلس وخلال الاقتحامات. إذا المواجهات لا تزال حتى هذه اللحظة مستمرة في مدينة نابلس، تحديدا في المنطقة الشرقية وبالقرب من بلدة بلاطة البلد، هذه المنطقة التي يقع بها قبر يوسف الذي يدعي الاحتلال نسبه للنبي يوسف عليه السلام. قبل قليل استهداف مباشر للآليات العسكرية وجيش الاحتلال من قبل مقاومين فلسطينيين في هذه المنطقة، تلاها أو سبقها اشتباكات مسلحة ما بين عدة مناطق، منها مفرق الغاو في أسفل هذا الشارع، وأيضا مفرق مخيم بلاطة، أيضا وقعت هناك اشتباكات مسلحة ما بين الشبان وقوات الاحتلال. إذا هذه الاقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلال وبشكل منتظم من أجل تأمين دخول المستوطنين إلى هذا القبر وإقامة الصلوات التلمودية للمستوطنين في هذا القبر، وأيضا القيام باحتفالاتهم وبالأعياد اليهودية في هذا القبر. الشبان لا يزالون حتى هذه اللحظة يواجهون الاحتلال بالزجاجات الحارقة، وكذلك أيضا بالحجارة والزجاجات الفارغة، ولا سيما أيضا بالاستهداف المباشر بالرصاص الحي. كان هناك عدة استهدافات للمكان ولجيش الاحتلال أثناء الاقتحام. أطلق مقاومون فلسطينيون النار وصليات كبيرة من النار صوب الآليات العسكرية وجيش الاحتلال أثناء دخوله واقتحام المدينة. الشبان انتشروا بكثافة وقاموا بإرباك جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه أثناء محاولة دخول الجيش إلى هذه المنطقة ومنطقة قبر يوسف. إذا المواجهات لا تزال مستمرة كما تشاهدون في هذه الصورة. ننقل لكم عبر وكالة جي ميديا الإعلامية كامل التفاصيل وما يجري حتى هذه اللحظة.
هناك اشتباكات كما تحدثنا اشتباكات مستمرة بين كل حين وآخر، إطلاق للنار صوب الآليات العسكرية وجيش الاحتلال. أيضا يعني تناقل وسائل الإعلام وسائل الإعلام المحلية وكذلك العبرية عن مقتل أحد جنود الاحتلال، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تفاصيل واضحة سوى تناقل وسائل الإعلام فقط وهي المحلية. وسائل الإعلام العبرية بعضها تناقل عن وسائل إعلام عربية، الجيش لم يعلن إصابة أحد الجنود أو مقتله، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي معلومات واضحة من قبل الجيش، ولم والاحتلال يتكتم على كامل مجريات ما حدث في مدينة نابلس هذه الليلة. فقط ما يتحدث عنه الاحتلال هو أنه قوبل باشتباكات مسلحة وإطلاق للرصاص نحو الآليات العسكرية وجيشه لم يسبق لها مثيل منذ أعوام. الاحتلال يؤكد أن هذه المواجهات وهذه الاشتباكات لم تحدث خاصة بمدينة نابلس. الآن عن مدينة نابلس، الاحتلال يؤكد عدم يعني أو بأنها لم تحدث منذ أعوام هذه الاشتباكات وإطلاق مباشر الآليات العسكرية. إذن الاشتباكات والمواجهات لا تزال مستمرة، انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي في هذا الشارع، شارع عمان بالقرب من مفرق الغاو وعلى بعد يعني على امتداد خط المسلخ إلى مستوطنة أو المستوطنات القريبة من بيت فوريك التي ينطلق منها الاحتلال. هذه هذا الشارع من مستوطنة بيت فوريك وحتى وصولا إلى قبر يوسف، الاحتلال يعني في كل اقتحام يعني تكون هذه أو هذا الشارع هو نقطة عسكرية مغلقة، هو نقطة عسكرية مغلقة من قبل الاحتلال. إطلاق أو انتشار مكثف للقناصة على طول امتداد هذا الشارع، وكذلك نصب عدة حواجز لمنع دخول وخروج الفلسطينيين إلى هذا المكان. الاحتلال يؤمن في كل مرة يؤمن دخول المستوطنين إلى هذا الشارع، وينتشر بكثافة في محيط قبر يوسف، وأيضا يقوم بنشر القناصة الإسرائيلية في المحيط، ومن ثم توسيع رقعة التأمين والحفاظ على سلامة المستوطنين، يقوم بتوسيع رقعة الإحاطة في محيط قبر يوسف، ويقوم بنشر القناصة على طول امتداد هذا الشارع وعلى طول يعني البؤرة الدائرية لمحيط قبر يوسف. انتشار مكثف، مواجهات على أكثر من نقطة، منطقة شارع عمان هي مواجهات عنيفة، منطقة مفرق الغاوي أيضا مواجهات عنيفة، مفرق مخيم بلاطة أيضا مواجهات واشتباكات، فلسطيني مقاومون فلسطينيون يقومون بالخروج أو نحو الاحتلال واستهدافهم من مناطق قريبة جدا من التواجد الجيش. انتشار كما تحدثنا كثيف لجيش الاحتلال. الاحتلال بدأ يعني بعد سلسلة الاقتحامات وأيضا المواجهات العنيفة التي يتعرض لها الاحتلال أثناء دخولهم إلى مدن الضفة، بدأ بالاستعانة بالوحدات الخاصة، وحدة اليمام التابعة للجيش، والتي يعني يقوم الجيش بإطلاق أو هذه الوحدة التي تقوم باستهداف الفلسطينيين. إذن حتى هذه اللحظة كما تقول أو يقول الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك ما يقارب الواحدة أو 41 إصابة متنوعة من جراء المواجهات المستمرة في محيط قبر يوسف. إذن ما يقارب 15 إصابة كما تحدث الهلال الأحمر الفلسطيني
ما يقارب 15 إصابة بالرصاص المطاطي. هناك على ما يبدو إصابة بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وباقي الإصابات من جراء الاختناق بالاختناق من جراء إطلاق الاحتلال للغاز المسيل للدموع بكثافة نحو الشبان أثناء دخول شارع عمان ومنطقة محيط قبر يوسف من أجل تأمين دخول المستوطنين. إذن الهلال الأحمر الفلسطيني تحدث قبل قليل عن 41 إصابة من جراء الاقتحام المستمر لقطعان المستوطنين برفقة جرافات وجيش الاحتلال. 41 إصابة توزعت بين اختناق وكذلك رصاص معدني مغلف بالمطاط ومن جراء إطلاق الرصاص الحي الذي استهدف الشبان أثناء دخول الجيش الإسرائيلي. إذن أيضا في هذه الأثناء جيش قطعان مستوطنين في المستوطنات القريبة من مدينة نابلس مستوطنة يتصهر، مناطق بلدة عريف تشهد في هذه اللحظات هجوم للمستوطنين بكثافة نحو البلدة، وهناك تصدي أيضا في هذه في الوقت الذي يقوم فيها المستوطنون برفقة الجيش باقتحام مدينة نابلس تحديدا المنطقة الشرقية قبر يوسف. المستوطنون في مناطق الشمال يقومون بالتهجم على الشوارع العامة وكذلك التهجم على البلدان والقرى المحيطة بالمستوطنات. بلدة عريف في هذه اللحظات تشهد مواجهات عنيفة وتصدي لقطعان المستوطنين الذين يحاولون الدخول إلى قرية عريف والقيام بحرق سيارات كما فعلوا في السابق. إذن اليوم وفي هذا الاقتحام المشاهدين الكرام عبر وكالة جي ميديا الإعلامية حياكم الله في هذا الاقتحام لهذه الليلة لمدينة نابلس تحديدا لقبر يوسف. كان هناك عدد كبير من الآليات العسكرية لجيش الاحتلال التي اقتحمت محيط هذا القبر، وكان هناك يعني ما يقارب أو ممكن أن نتحدث بأن عشرات الجيبات العسكرية برفقة جرافتين وعدد كبير من باصات المستوطنين كما شاهدتم في البث السابق من اقتحام المستوطنين لمدينة نابلس وإلى قبر يوسف. كان هناك عشرات الآليات العسكرية التي اقتحمت مخيم مدينة نابلس وقامت ب محاولة تفريق الشبان بالقوة وأيضا تأمين دخول المستوطنين بعد حوالي نصف ساعة من دخول الجيش. إذن شبان يعني بين كل لحظة وأخرى مقاومون فلسطينيون يقومون بإطلاق وابل من الرصاص الحي باتجاه الآليات العسكرية. كان هناك حديث عن استهداف مباشر ومن نقطة قريبة جدا لعدد من جنود الاحتلال بالقرب من مفرق الغاوي وكذلك بالقرب من مدخل أو المدخل الرئيسي لمخيم بلاطة. كان هناك استهداف واشتباك مسلح ما بين الشبان وقوات الاحتلال من منطقة قريبة جدا، ما أدى إلى يعني حسب ما تناقل أن هناك إصابات حتى هذه اللحظة. الاحتلال يتكتم على هذه الإصابات ويتكتم عن قضية الإصابات، لكن شهود عيان تحدثوا
عبر وسائل الإعلام الفلسطينية عن مشاهدتهم لبعض الجنود ملقاة على الأرض. أيضا يعني أصوات كما خرجت في بعض الفيديوهات وتسربت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صراخ للجنود أثناء إطلاق أو استهدافهم بالرصاص الحي عند مخيم بلاطة. إذن الاحتلال في هذه المرة وأثناء دخوله إلى منطقة شارع عمان قام باستهداف المحول الرئيسي لهذه المنطقة بعدة رصاصات، ما أدى إلى إطفاء كامل الإنارة في الشوارع الرئيسية. إذن هذا الشارع كما تشاهدون فقط المحال التجارية التي يعني في هذا الأثناء تقوم بتنوير الشارع، والإضاءة في هذا الشارع تم يعني إطفاؤها بعد استهداف الآليات العسكرية لجيش الاحتلال إلى المحول الرئيسي لهذا الشارع. استمرار الاقتحام حتى هذه اللحظة بعشرات الباصات من قطعان المستوطنين الذين قاموا باقتحام مخيم أو عفوا بلاطة البلد في مدينة نابلس تحديدا قرب مفرق الغاوي. نحن الآن متواجدون في شارع عمان واستمرار للمواجهات، وهناك كما تحدثنا قبل قليل ما يقارب 41 إصابة من جراء الاستهداف المباشر للشبان في هذا الشارع. إذن مشاهدين الكرام عبر وكالة جي ميديا الإعلامية معكم في هذا البث الصحفي ليث جعار في نقل صورة ومجريات ما يجري من اقتحام لمخيم أو عفوا لبلدة أو لمنطقة شارع عمان في مدينة جنين. على ما يبدو هناك استهداف من الشبان أو من قوات الاحتلال للشبان في هذه الحرب. إيش فيه؟ شيء عرضك على وسط. ما هي الشباب هي نطلع. يلا. ولك فلسطيني انت متخبيه. هي تجي. هي انت طلع هذا الشباب. هي الشباب هي الدمعة. إذن استمرار المواجهات والإرباك للآليات العسكرية وجنود الاحتلال في هذه اللحظات في منطقة شارع عمان، لا تزال المواجهات مستمرة. الشبان يقومون باستفزاز جيش الاحتلال المتواجدين كما يظهر في الصورة في الإضاءة آخر هذا الشارع. إذن الجيش الإسرائيلي متواجد حتى هذه اللحظة وبكثافة ويقوم بالإحاطة في منطقة بلاطة البلد، منطقة شارع عمان مفرق الغاوي، وصولا إلى مفرق بيت فوريك الذي يعلن الاحتلال في كل مرة من اقتحام هذا القبر عن أن هذا الخط هو نقطة عسكرية مغلقة يقوم الاحتلال بنشر الحواجز وكذلك القناصة والآليات العسكرية من أجل تأمين دخول وخروج المستوطنين ومنع وصول الفلسطينيين إلى هذه الباصات واستهدافها بشكل مباشر. إذن مستمرون معكم في هذه التغطية من مفرق أو من منطقة شارع عمان في مدينة نابلس. إذن في هذه الاقتحامات يحاول الاحتلال دوما التأكيد ونسب
الرواية الصهيونية وتثبيت الرواية الصهيونية بنسب هذا القبر للنبي يوسف عليه السلام. الشبان في كل اقتحام يأتون إلى هذه المنطقة من أجل نسف الرواية الصهيونية ورواية الاحتلال التي تدعي نسب هذا القبر للنبي يوسف عليه السلام. الشبان على أكثر من نقطة يواجهون الاحتلال، المقاومون الفلسطينيون يقومون بإطلاق الرصاص الحي باتجاه دوريات وآليات الاحتلال المتواجدة في المكان. هناك عشرات الآليات العسكرية التي دخلت بحماية أو تحمي القطعان المستوطنين الذين قاموا بالدخول إلى هذا القبر، عشرات الباصات من قطعان المستوطنين التي وصلت إلى هذه المنطقة من أجل أداء الصلوات والشعائر الدينية اليهودية في هذا القبر الذي يدعي الاحتلال نسبه للنبي يوسف عليه السلام. الشبان دائما يؤكدون على نسف هذه الرواية وأن هذا المكان هو يعود أو ملكيته فلسطينية لا ينتمي إلى الاحتلال في شيء. إذن هناك عدد كما تحدثنا عدد من الإصابات من جراء استمرار المواجهات حتى هذه اللحظة. المواجهات لا تزال مستمرة على أكثر من نقطة هنا على في شارع عمان وكذلك عند مفرق الغاوي ومدخل مخيم بلاطة. على ما يبدو أن الشبان يقومون بالإرباك أو إرباك الاحتلال في كل نقطة من هذه النقاط. وكذلك إذا في هذه اللحظات استهداف الاحتلال بوابل من الرصاص. إذا شبان فلسطينيون يقومون باستهداف الاحتلال بوابل من الرصاص الحي. إذا إطلاق أيضا للإقواع المتفجرة نحو الآليات العسكرية. إذا استهداف الجيش بالرصاص الحي في هذه الأثناء. إذن مقاومون فلسطينيون عبر البث المباشر كما شاهدتم مشاهدين الكرام، مقاومون فلسطينيون يقومون باستهداف الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظات بوابل من الرصاص في مسيرة استمرار هذه المواجهات وهذه الاشتباكات مع جيش الاحتلال من أجل إبعاد الجيش وقطعان مستوطنيه عن هذه المنطقة، وتأكيدا على نسف الرواية الصهيونية بملكية هذا القبر ونسبية هذا المكان. إذن الشبان يؤكدون أن هذا المكان في كل مرة يؤكدون أن هذا المكان هو فلسطيني بحت، ينتمي إلى أصول عربية فلسطينية لا إلى الاحتلال. إذن قبل قليل استهداف مباشر للاحتلال بالرصاص الحي كما شاهدتم قبل قليل. إذن كما شاهدتم قبل قليل استهداف لجيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه بالرصاص بوابل من الرصاص الحي من قبل مقاومون فلسطينيون، هذه المرة الخامسة أو السادسة التي في هذه الليلة يقوم الشبان بتوجيه وابل من الرصاص. على ما يبدو الحديث الآن عن إصابة خطيرة بالرصاص من قبل قناصة إسرائيلية قامت بإطلاق الرصاص على أحد الشبان حتى هذه اللحظة. يعني ما يردنا من شهود العيان إصابة شاب برصاصة في منطقة الرأس والإصابة خطيرة من قبل قناص إسرائيلي. خبرك يد؟ هاي إسعاف طلع. من وين الإصابة؟ من عندنا بكده واقفين. والله. إذن مشاهدينا الكرام قناصة إسرائيلية الآن يعني في هذا الخبر العاجل استهداف أحد الشبان الفلسطينيين في هذه اللحظات برصاصة في منطقة الرأس من قبل قناصة إسرائيلية أثناء تواجده في المنطقة القريبة من محيط القبر في المنطقة المجاورة لنا. هناك إطلاق للرصاص من قبل القناصة الإسرائيلية
رصاصة استهدفت أو استقرت في رأس. الإشارة مؤكدة استشهد مؤكد الإشارة 100%. إذن هناك حديث عن استشهاد الشاب في هذه اللحظات، هناك حديث عن استشهاد الشاب الذي أصيب برصاصة في منطقة الرأس في هذه المواجهات المندلعة والمستمرة في منطقة قبر يوسف في هذه اللحظات. إذن هناك حديث عن ارتقاء أحد الشبان شهيدا بعد إصابته برصاصة مباشرة في منطقة الرأس. استشهد إيش؟ استشهد. لما استشهد طلع عرفيني. طلع عسكر كثير. طلع عسكر كثير يا زلمة. والله عنده عرفيني. اذا حتى هذه اللحظه ايش استشهد؟ لا لسه في راس خطير. اذا مشاهدينا الكرام لا يوجد او لا صحه للخبر الذي تناقلناه قبل قليل من شهود عيان بارتقاء احد الشبان شهيدا حتى هذه اللحظه. الاصابه خطيره، حديث عن اصابه خطيره في منطقه الراس بعد اطلاق قناصه الاحتلال النار صوب احد الشبان استقرت في منطقه الراس في هذه الاثناء. تم نقله الى مستشفى رافيديا وحالته حرجه للغايه حسب ما يتحدث عنه الشبان. إذن مشاهدين الكرام عبر وكالة جي ميديا حياكم الله في هذا البث الحي والمباشر من أو لاقتحام قوات الاحتلال إلى منطقة قبر يوسف. الآن استهداف مباشر من قبل مقاومون فلسطينيون لجيش الاحتلال بوابل من الرصاص الحي، وأيضا إطلاق قناصة الاحتلال قبل قليل النار صوب أحد الشبان في منطقة استقرت الرصاصة في منطقة الرأس، حالته خطيرة للغاية. وين؟ لسه ما تأكدش. إذن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تأكيد عن ارتقاء الشاب، وإنما الخبر الذي يتم تناقله الآن هو استهداف مباشر في منطقة الرأس لأحد الشبان من قبل القناصة الإسرائيلية. إذن القناصة الإسرائيلية قامت باستهداف أحد الشبان المتظاهرين هنا في منطقة مخيم بلاطة وكذلك شارع هذا الشارع وهو شارع عمان الواصل بين شرق المدينة نابلس ويربط ويصل إلى المدينة. هذا الشارع الذي يتواجد فيه الاحتلال في كل مرة. هناك مواجهات عنيفة منذ ساعات وحتى هذه اللحظة من اقتحام قوات الاحتلال إلى هذا الشارع. هناك إصابة في هذه اللحظات، إصابة خطيرة في منطقة الرأس، والحديث عن أن هذه الإصابة كانت من قناصة إسرائيلية استقرت في رأس أحد الشبان وإصابته خطيرة جدا. تم نقله إلى مستشفى رافيديا في هذه اللحظات. يعني على ما يبدو أن الاحتلال بدأ بإطلاق أو استهداف الشبان بعد يعني استمرار المواجهات لساعات وحتى هذه اللحظة، بعد إطلاق الشبان ومقاومون فلسطينيون النار صوب الآليات العسكرية. الاحتلال على ما يبدو بدأ بشن أو إطلاق النار صوب الشبان بشكل مباشر واستهدافهم بشكل مباشر في هذه اللحظات. هناك إصابة من القناصة الإسرائيلية في منطقة لأحد الشبان في منطقة الرأس وحالته حرجة للغاية.
تم نقله إلى مستشفى. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تفاصيل واضحة عن مصير هذا الشاب. إذن الإصابة كما تتحدث وسائل الإعلام الفلسطينية في هذه اللحظات، الإصابة هي إصابة خطيرة للغاية، تم نقلها إلى مستشفى رفيديا الحكومي، وتجري في هذه اللحظات عملية إسعاف هذا الشاب بعد استهدافه من القناصة الإسرائيلية بشكل مباشر. إذن مشاهدينا الكرام، هناك تناقل عن ارتقاء الشاب شهيد. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تفاصيل واضحة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، ننتظر إصدار القرار من وإصدار الإعلان عن ارتقائه شهيدا من قبل وزارة الصحة. حتى هذه اللحظة وقبل ورود الخبر من قبل وزارة الصحة لا يوجد أي خبر واضح في عن مصير هذا الشاب، سوى أن الإصابة خطيرة للغاية. طفل 16 سنة. طفل 16 سنة. والله؟ أكيد؟ أكيد. إذن الهلال الأحمر الفلسطيني الآن يقول أن هناك إصابتان في منطقة الرأس، واحدة منها خطيرة للغاية، يتم إجراء أو معالجتها في هذه اللحظات، تم نقلها إلى مستشفى رافيديا وتجري عملية الإنعاش للإصابتين. إحدى الإصابات على ما يبدو وهي لطفل عمره 16 عاما من مدينة نابلس. حتى هذه اللحظة يعني الإصابة كما يتحدثون أنها خطيرة للغاية. واحدة خطيرة جامد. كنتين في الراس، بعد متوسط واحدة في الراس. لسه ما تأكلش، ما تأكلش من السنجاب صار. كيف يعمل؟ لا، مش من العيل يعني، فرق بلاك عن موضوع. إذن الهلال الأحمر الفلسطيني يتحدث الآن أن الإصابة هي إصابة خطيرة للغاية، ولم يتم استشهاده حتى هذه اللحظة. الشاب عمره 16 عاما ولم يعلن عن ارتقائه شهيدا حتى هذه اللحظة. هناك وسائل إعلام تتناقل خبر ارتقائه، وعلى ما يبدو حتى هذه اللحظة لا يوجد أي إعلان رسمي عن ارتقائه شهيد. إذن حتى هذه اللحظة مشاهدينا الكرام، عبر وكالة جي ميديا الإعلامية، حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن أي شهيد في مدينة نابلس هذه الليلة. الإصابة هي في منطقة الرأس لشاب عمره 16 عاما، والإصابة خطيرة للغاية. حتى هذه اللحظة يتم محاولة إنعاشه في مستشفى رافيديا، ولا يوجد أي إعلان رسمي عن ارتقاء الشاب شهيد حتى هذه اللحظة. إذن الإصابتين لشابين في منطقة الرأس على ما يبدو، يعني حتى هذه اللحظة لم ترد المكان الصحيح الذي تم استهدافهم فيه، سوى أن الإصابتين واحدة منهم خطيرة للغاية في والإصابتين في منطقة الرأس. مش أكيد مثل مراته قالوا هون هذا واحد من واحد هنا في الجهاد، واحد هنا عند إقبال جامع الجامع اللي هون من مسلم بلاط.
مين الشاب المستوفي؟ 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 لا لا الهلال الاحمر بقول اصابتين مش الشهيد إذن حتى هذه اللحظة استمرار للمواجهات في محيط قبر يوسف. أيضا هناك إصابات من جراء إطلاق القناصة الإسرائيلية الرصاص نحو الشبان الفلسطينيين. هناك إصابتين بالرصاص الحي في منطقة الرأس أطلقت من قبل القناصة الإسرائيلية. أحد الشبان وهو على ما يبدو 16 عاما إصابته خطيرة للغاية، وحتى هذه اللحظة يعني محاولة إنعاشه في المستشفى. حتى هذه اللحظة لم يعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن ارتقاء أحد الشبان. الصبح حكينا مع بعض وقت معانا تحت باب، بعدين طلعنا مع بعض فوق. اول ما شو هذا كله على البث مش بس؟ لا هو هسه الصبح هذيك المره لما بكنزلنا الحاجه فات على الساعه 10. صح اللي طلع معنا فوق. ايوه انا اللي طلع معنا فوق. مين بقى معنا؟ انا وياك وحماده وفراس. فراس صح هو عرفته؟ لسه مش مستشفى بعدين. هذا عمل لي بث. وين جودي؟ جودي هسه تشوف طلعت بس افتح البث وعرض خواتي جننوني كل يوم يبعثوا لي افتح بث وقت بدهم يفوت. ضارب عمان. إذن الآن دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مستشفى رفيديا لتقديم وحدات من الدم للشبان المصابين الذين استهدفهم الاحتلال خلال هذا الاقتحام لهذه الليلة في محيط قبر يوسف. المواجهات كما تحدثنا لا تزال مستمرة، وهناك مناشدات للتبرع بعدد كبير من وحدات الدم في مستشفى رفيديا من أجل محاولة إنعاش المصابين. المصابين هم اثنين في منطقة الرأس من جراء إطلاق القناصة الإسرائيلية للرصاص الحي باتجاه أحد الشبان، ما أدى إلى إصابة الشابين أحدهما في إصابة وهي إصابة حرجة للغاية. شوف يا عبد الله.
جدا استمرار للمواجهات حتى هذه اللحظة. القناصة الإسرائيلية تقوم باستهداف الشبان بعدد من الرصاصات. تمت إصابة شابين بالرصاص الحي في منطقة الرأس. الإصابات هي حرجة للغاية على ما يبدو. هناك دعوات في هذه اللحظات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة التوجه إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس من أجل التبرع بوحدات الدم لمحاولة إنعاش الشبان. إذن وللحديث أكثر عن مجريات وتفاصيل هذه اقتحام هذه الليلة ينضم إلينا أحد طواقم الإسعاف للحديث أكثر عن التفاصيل. يعطيك العافية. الله يعافي عمرك. بداية لو تحدثنا عن طبيعة الإصابات التي وصلت خلال هذه الليلة وعددها. حتى الآن هناك أكثر من 70 إصابة بين مطاط وغاز. طبعا هدول معظم على تم علاج ميداني. إحدى الإصابات كانت من رصاص مطاطي للصدر، وقبل قليل تم نقل إصابتين من رصاص الحي في الرأس، وحاليا وضعهم يعني بالعمليات وما في استشهاد حتى الآن طبعا، بس وضعهم حرج جدا جدا. يعني إحدى الإصابات كان عنده البرين أوت، يعني مخه كان برا، وهذا بس يعني قدرة إلهية بس، وربنا يشفي الجميع. طبيعة باقي الإصابات كيف توزعت؟ إصابات معظم كان تم علاج ميداني في الميدان في الإسعاف. هناك امرأة تم نقل المستشفى لأن امرأة حامل اختنقت في الغاز. هناك إصابة في الصدر مطار. يعني عندنا حال هلا حاليا 4 إصابات تم نقلهم إلى المستشفيات، منهم إصابتين خطراب والباقي تم علاجه ميداني من مطاط لغاز. شكرا لك على هذه التفاصيل. إذا مشاهدين الكرام استمرار للمواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال إلى مدينة نابلس تحديدا في المنطقة الشرقية من المدينة وبالقرب من قبر يوسف الذي يدعي الاحتلال نسبه إلى النبي يوسف عليه السلام. الشبان يأتون في كل مرة لنسف الرواية الصهيونية بنسب هذا القبر للنبي يوسف عليه السلام. هناك مواجهات عنيفة، هناك استهداف لقوات الاحتلال بوابل من الرصاص الحي باتجاه قوات الاحتلال. أيضا قناصة الاحتلال قامت باستهداف الشبان بالرصاص الحي ما أدى إلى إصابة شابين بمنطقة الرأس، وهو كلا الحالتين حرجة للغاية. هناك دعوات كما تحدثنا من قبل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التوجه إلى منطقة أو إلى مستشفى رفيديا الحكومي من أجل التبرع بوحدات الدم لمحاولة إنعاش المصابين. إذن مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا مستمرون معكم في هذه الليلة وسننقل لكم كامل التفاصيل، ونلاقيكم بإذن الله في بث مباشر وحي من هذا الاقتحام في حال جد أي جديد. لذلك الوقت نلقاكم على بركة الله.